السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب الأعزاء، طلبة سنة تانية ثانوي لغات، حياة طيبة. تعالوا مع بعض النهاردة ناخد حصة الفاينل ريفيجن للترم التاني، شابتر 3. شو ده كوريكت أنسر؟ طبعا الأسئلة كلها بنظام الـ MCQ اللي هيجيلك في الامتحان. بقول لي according to the equation CH4 plus 2O2 by heat CO2 plus 2H2O, which of the following statements is correct to describe the reaction? A. Covalent bonds in methane molecules are broken. الايكويجن دي سليم، لان احنا عارفين انه في الرياكتنتس بيحصل بوند بريكنج، وفي البرودكتس بيحصل بوند فورميشن. بس البوند بريكنج في الرياكتنتس ان رياكتنج مولكيولز، او بتوين اتومز ان رياكتنج مولكيولز. يبقى لو ان يبقى ان مولكيولز، بتوين يبقى بتوين اتومز اوف ذا مولكيول، يبقى هنا بوند بريكنج ان ميثان مولكيول. او كوفالنت بوندز ان كربون دايكسيد مولكيولز ار بروكن، دي رونج لانها المفروض تبقى ار فورمد لانه في البرودكتس. نيو بوندز ار فورمد بتوين ووتر مولكيولز، دي غلط، هي في نيو بوندز ار فورمد بس مش بتوين ووتر، ان ووتر مولكيولز. بوندز بتوين اوكسجين مولكيولز ار بروكن، برضه كلمه بتوين غلط، لو قال لي بتوين اوكسجين ان اوكسجين مولكيولز اه، لو قال لي بتوين يبقى بتوين اوكسجين اتومز كانت تبقى صح، يبقى الرايت انسر از اي. نمبر 2 بيقول لي which of the following statements is correct is او ار، خلي بالك. واللي هيليوم فورمز نو كومباوندز اندر اوردينري كونديشنز، طبعا صح، لان الهيليوم از نوبل جاز، اندر اوردينري كونديشنز ات كانت اندر جو كيميكال رياكشنز انيبل تو فورم بوندز. نيون جاز اند كلورين جاز هاف ذا سيم موليكولار ستراكتشر، دي رونج. ليه؟ النيون يا اولاد نوبل جاز، الموليكولار ستراكتشر بتاعه ات از مونو اتوميك مولكيول، وايل كلوراين مولكيول سي ال 2 داي اتوميك مولكيول، يبقى دي ار ايدنتيكال ولا ديفرنت؟ ديفرنت طبعا، نيون مولكيول هاز 1 اتوم وايل كلوراين مولكيول هاز 2 اتومز. ذا كومباوند اكس اي اف 6 هيكسا فلورو زينون كان بي فورمد اندر سبيشال كونديشنز، دي صح. ليه يا مستر ده كومباوند للنوبل؟ اه كان بي فورمد اندر سبيشال كونديشنز نوت اوردينري كونديشنز. وين هيتنج سوليد ايودين ات كونفرتس تو ايودين فيبر باي سبليميشن ديو تو بريكنج كوفالنت بونز ان اتس مولكيولز. لا ركز معايا، الايودين ليه تو فيزز او تو ستيتس، سوليد ستيت وده سوليد ايودين. باي هيت الترنس الترنس دايركتلي تو ايودين فيبر without passing liquid state. This phenomena is called sublimation. Conversion of substance from solid state to gaseous state without passing liquid state. When iodine converts from solid state to gaseous state, قال this is due to breaking covalent bonds in its molecules. لا غلط. واحد يقول لي انت لسه قايلها في الصفحه اللي فاتت المولكيولز، قال لي ده في الكيميكال رياكشن، انما ده فيزيكال تشينج من سوليد لجاز، ده ديو تو بريكنج بونز بتوين مولكيولز. يبقى اي فيزيكال تشينج يبقى involves breaking bonds between molecules. زي ايه يا مستر؟ قال لي زي لما اقول لك H2O liquid عشان يتحول ل H2O vapor by heat، قال لي ده breaking bonds، breaking hydrogen bonds between molecules. يبقى ده بريكنج هيدروجين بونز بتوين ايه؟ بتوين مولكيولز، اللي هنا ان مولكيولز دي غلط، يبقى دي رونج. يبقى ده رايت انسر از 1 اند او اي اند تريبل اي.
The wrong answer is 2 and 4 او double I and I V. تمام. Number 3 بيقول لي the solid crystal of sodium chloride. اولا عايزك تاخد بالك بقى solid crystal of sodium chloride the solid crystal of ionic compound. السوليد كريستال بتاعته دي بتبقى سوليد هارد. تمام؟ هاي وز هاي ميلتنج بوينت اند بويلنج بوينت. وويك كوندكتور اوف الكتريستال دازنت كوندكت الكتريستي ديو تو ابسنس اوف فري اينز. وانا شارح لك النقطة دي في أول حصة تقريبا في المنهج. سوفت اند هاز لو ميلتنج بوينت غلط. هارد؟ اه هارد. هاي ميلتنج بوينت اه. جود كوندكتور اوف الكتريستي الحتة دي خادعة بتخدع طلبة كتير. الحتة دي غلط. طول ما هي في السوليد ستيت نو فري اينز يبقى doesn't conduct electricity. انما لو عملت لها هيتنج قال لي it melts بقى عندها فري اينز conduct electricity. طب لو عملنا لها dissolving in water تتحول لأكواس سوليوشن بقى عنده فري اينز كوندكت الكتريستي. عشان كده بنقول ان ايونيك كومباوندز زير مولتنز اور سوليوشنز كوندكت الكتريستي. يبقى دي رونج انسر. سوفت وز هاي سوفت ازاي؟ هارد وز هاي ميلتنج بوينت وبور كوندكتور اوف الكتريستي. ذيس از ذا رايت انسر. نمبر 4 بيقول لي ات روم تمبريتشر سي اس اف. سي اس اف ده اسمه سيزيوم فلورايد ايونيك كومباوند وفيري ايونيك كمان وز هاي ايونيك بروبرتي. Expected to be gaseous, wrong answer. احنا لسه قايلين في السؤال اللي قبله ان الايونيك كومباوندز exist in the form of solid crystals. Conducting solid غلط. Solid صح بس conducting غلط قلنا عشان هو في solid state doesn't conduct electricity. Liquid غلط. White crystals white crystal هي اللي صح. Number 5 only in which pair do both compounds accept ionic bonding. مين في دول اللي عندهم ايونيك بوندنج؟ SCl6 غلط. نون ميتال وز نون ميتال وده نون ميتال وز نون ميتال. Na2SO4 ده ايونيك. ده كوفالنت وده كوفالنت. ده ايونيك بس الامونيا كوفالنت. غلط. الكي اي ايونيك. الاو 3 بيور كوفالنت. غلط. ال اي بي ار ده ميتال وز نون ميتال دي ايونيك. ام جي او ميتال وز نون ميتال ايونيك. يبقى هي دي الرايت انسر. عشان احنا عارفين ان الايونيك بوند mostly formed between metals and non-metals. Number 6 بيقول لي the compound with the most ionic bond or the most ionic property which is directly proportional to difference in electronegativity. As the difference in electronegativity increases, ionic property increases. ادي لسي صوديوم بوتاسيوم من جروب 1A وفلوراين كلوراين بروماين ان جروب 7A. ده كده وانا نازل كده الالكترونيجتيفيتي بتقل وكده الالكترونيجتيفيتي بتزيد. البيك ديفرنس هيبقى بين الكي والاف. طب ما تيجي نفهمها اكتر. قال لي ادي اف سي ال بي ار وابعد ابعد ابعد اي اسف ال اي ان اي كي. مش وانا ماشي كده الالكترونيجتيفيتي بيقل ادي الالكترونيجتيفيتي decreases. So the biggest difference in electronegativity is the difference between fluorine, the most active non-metal or the strongest non-metal and potassium, the strongest metal between them. Strongest metal ever is cesium. كلنا عارفين. يبقى the right answer is KF with the biggest difference in electronegativity. Number 7 بيقول لي which of the following statements is or are true concerning ionic bond. It is formed due to electrostatic attraction صح between metal and non-metal. قال لي دي غلط. هتقول لي electrostatic attraction يبقى between positive ion and negative ion between cation and anion. خلاص طالما قلت electrostatic. طب لو شال كلمة electrostatic كانت تبقى الجملة سليمة. It is formed between metal and non-metal mostly. صح. For its strength depends on difference electronegativity. برضو right answer. Directly proportional. Its compounds are solid and poor conductor electricity. صح. Exist in the form of solid crystal lattice in which positive ions are strongly bonded to negative ions in the crystal lattice. And so solid crystals are poor conductor of electricity.
It is formed by losing and gaining, صح. Losing from metal and gaining from non-metal, 2, 3 and 4 are right answer. خلي بالك بيقول لي it's true، خلي بالك يقول لك true أو يقول لك wrong، تبقى واخد بالك. According to the table، مديني table بـ elements of difference بـ electronegativity. O وCl و Al و M. أنا أتوقع ممكن لو جاب لك حاجة زي كده يقول لك A B سي دي اي، ده لك سيمبلز ما عنديش مشكله. وهنا عايز الدياجرام ده ريليشن بتوين ذا ميلتنج بوينت اند ذا كومباوند. عايز تقول ايه؟ بيقول لك الكوريكت ارينجمنت ال ال سي ال 3 الميلتنج بوينت بتاعه اعلى من ال ان اي 2 او اعلى من الام جي او، ولا ال ان 2 او ان اي 2 او اعلى من الام. هجيبها منين؟ قال لي اول حاجه تفكر تعملها تجيب الديفرنس ان الكترونيجاتيفيتي لل ال سي ال 3 بكام؟ وتجيبه لل Na2O وتجيبه لل MgO وال MgCl2 وال NaCl. تعالوا نحسبهم مع بعض ال AlCl3 من التيبل اللي عندك ده، هيطلع الديفرنس ب 1 بوينت كام؟ 1.5. الله ينور عليك. ال Na2O يطلع ب 2.6، ال MgO 2.3، 1.8 ثم 2.1. يبقى الاولاني هيبقى غلط لان ال AlCl3 عمره ما يكون اكبر من ال Na2O، وال MgO اكبر من ال Na2O. غلط. طب Na2O MgO MgC، طب لو ده ال Na2O وده ال MgO وده ال MgCl2، اذا كان الدفرنس الكترونيجاتيفيتي في ال MgO اكبر من الدفرنس في ال MgCl2 يبقى higher than ايه؟ الميلتنج بوينت. غلط. انا عايز اقول لك معلومه ان المغنيزيوم اوكسيد از يوزد ان لايننج فرنسز بيكوز ات هاز فيري فيري هاي ميلتنج بوينت. يبقى كده غلط. نشوف الثيرد بروبرتي. ام ده يكون الام جي او وده الاي ال سي ال 3 وده الام جي سي ال 2. قلت له نشوف كده الام جي او ده الديفرنس ان الكتروجاتيفيتي ب 2.3 وده ب 1.8 وده ب 1.5. تخيل ان دي اللي صح. طيب الاحتمال الرابع ينفع تبقى دي ان اي سي ال ودي ام جي سي ال 2 واي ال سي ال 3. غلط. هل الاي ال سي ال 3 الميلتنج بوينت بتاعه من ام جي سي ال 2؟ لا. يبقى الاختيار الثالث هو اللي صح. نمبر 9 بيقول لي the atoms which have nearly equal nearly equal electronegativity يعني close الالكترونيجاتيفيتي not similar. nearly equal كلمة nearly دي يعني فهمت، هيبقوا ionic bonds. ionic bond is formed with big difference bigger than 1.7. polar covalent قال لي لا big difference in electronegativity بس less than 1.7. non polar covalent اه هي دي الصح. no bonds مفيش حاجة اسمها no bonds هيكونوا non polar covalent. شوف نمبر 10 in which case if the bond polarity is incorrect HF الفلوراين higher than hydrogen partial negative partial positive. ده صح. CLI لا ده CL هو اللي اعلى يعني المفروض ده يكون partial negative وده يكون partial positive يبقى دي غلط. طب CF الF اعلى دي صح. SCL CL اعلى. طب افتكروا معايا كده elements حاجتين عايزك تروح بيهم الامتحان بكره وانت حافظ الارينجمنت اوف نون ميتالز ان الكتروناجاتيفيتي وحافظ النون ميتالز وحافظ الاتوميك نمبر بتاع الاليمنتس اللي انا محفظه لك من الترم الاولاني. حفظ لك الاتوميك نمبر بتاع الاليمنتس دي حاجه مهمه هتشوفها في اسئله كتير هنا. فلوراين اكسجين نيتروجين كلوراين برومين ايودين سلفر فوسفورس كربون هيدروجين ادي النون ميتالز يا باشا. عشان كده الايودين والكلوراين، الكلوراين هو اللي بارشال نيجاتيف والايودين بارشال بوزيتيف. نمبر 11 بيقول لي وات ذا كوريكت ديسندنج اوردر اوف ذا فولوينج بونز ان ترمز اوف بولاريتي ان سي ال ولا بي سي ال ولا اس سي ال ولا بي سي ال. المهم ان كله مع السي ال. الله ركز معايا. ادي نيتروجين كلوراين فوسفرس والارزينيك هيجي بعده. طب انت واثق من الكلام ده؟ اه واثق. كلهم في جروب 5 ايه؟ ادي نيتروجين فوسفرس ارزينيك. As we go down electronegativity decreases.
يبقى البيجست ديفرنس ان الكترونك تكتب بين ال N وال CL اللي هم نيرلي ايكوال اصلا، ولا بين ال P وال CL، ولا ال AS وال CL؟ قال لي خلي بالك ان البولاريتي is directly proportional to difference in electronegativity. يبقى الارنجمنت descendingly ال ASCL bigger than او higher than higher in polarity and difference electronegativity than PCL than in CL. The right answer is D. بنفس الفكرة بقول له which of the following bonds would be the most polar. قلنا ال polarity is directly proportional to difference in electronegativity. The biggest difference electronegativity between oxygen and magnesium. Oxygen is metal, magnesium non-metal, ionic compound. The completely positive ion وده completely negative ion. كل دول ده نان ده بيور وده نان بولر وده نان بولر، بس ده بولر طبعا. بس ده بيجست ودي بولر برضه، بس ده بيجست ديفرنس ان الكترونيجاتيفيتي. واحد يقول لي يا مستر ده ايونيك، اقول له هاي بولاريتي، ده كومبليتلي بوزيتيف اين كومبليتلي نيجاتيف اين. بيقول لي ويتش اوف ذا فولوينج موليكيولز هاف بولر بونز، او اول اسف ذا فولوينج بونز موليكيولز هاف بولر بونز اكسبت. ركزوا بقى معايا جامد. هاف بولر ايه؟ بونز. قال لي البوند هنا بين ال N وال H. قال لي بولر كوفالنت. بوند هنا بين ال O وال H بولر كوفالنت. بين ال C وال O بولر كوفالنت. بين ال C وال H قال لي لا دي نون بولر كوفالنت، وكلنا عارفين ان البوند بين كربون اند هيدروجين از نون بولر سينس ذا ديفرنس الكترونيجاتيفيتي از فيري سمول بيجر ذان 0 تو 0.4. اقفوا بقى معايا هنا لان عايزك تركز معايا. لو قال لي البوندز فعارفين ان هنا البوند بولر كوفالنت، وهنا البوند بولر كوفالنت، وهنا البوند بولر كوفالنت، وهنا البوند نون بولر كوفالنت. طب لو قال لي مولكيولز ده بولر مولكيول وده بولر مولكيول وده نون بولر مولكيول وده نون بولر مولكيول، والكربون دايكسايد مهم جدا تاخدوا بالكم منه. ليه يا مستر؟ قال لي الكربون دايكسايد has polar covalent bonds but it is as a molecule is non-polar. ليه؟ قال لي because its shape is linear. solid shape بتاعه is ايه؟ linear. واي linear compound وانت مغمض يبقى non-polar. ليه؟ قال لي the polarity momentum of one bond is cancelled by the polarity of the other bond so the compound is non-polar. خد بالك عشان خاطر ان الكربون دايكسايد نون بولر، اسف هاز بولر كوفالنت بونز بات ات از نون بولر مولكيول، قلت لكم قبل كده في الشرح طبعا، وده نون بولر كوفالنت ونون بولر بونز برضه. مفهوم يا شباب؟ نمبر 14 بيقول لي ذا فورمولا ذا مولكيول فورمد فروم كومبينيشن اوف اكس اند واي. اتعرف على اكس، اكس هيليوم 2 اس 2 2 بي 3 ده اتوميك نمبر 7 ده النيتروجين يا مستر ان 7 2 5 with why ده دال هيدروجين يا مستر. قال لي دول لما يعملوا كومباوند مع بعض يعملوا ان اتش 3 يا مستر which formed from 3 hydrogen atoms plus 1 nitrogen atom. الهيدروجين has 1 electron في اللاست ليفل. النيتروجين has 5 1 2 3 4 5. يعملوا كوفالنت بوند لان الاثنين نون ميتلز. كوفالنت بوند ده يكون شكله ازاي؟ هيكون شكله كده يا مستر. One hydrogen atom تشاير هنا، one hydrogen atom تشاير هنا، one hydrogen atom تشاير هنا. يبقى ده غلط عشان مش فيه ايونيك بوند اصلا اسفورمد، ولا ده غلط عشان ما فيش ايونيك بوند. طب واي بلس اكس ده غلط لان المفروض يكون 3 اتومز من الواي بلس 1 اتوم من الاكس. اهو 3 واي بلس 1 اكس، وهنا خلي بالك ان في الكترون ناقص. تبقى الانسر نمبر بي. ما تنساش ان ده كوفيلنت فورمد باي شيرنج. انما لو شفنا الاكسرسايز اللي بعده بيقول لي ذا مولكيول او ذا فورمولا يونت فورمد باي كومبينيشن اوف اكس اند واي. اتعرف على اكس ارجون 18 فور اس 1 ده البوتاسيوم كي 19 2 8 8 1 عند 1 الكترون في اللاست ليفل. وده واي عباره عن نيون 3 اس 2 3 بي 4 ده يبقى ده 10 12 و4 يبقى 16 ده السلفر S16 286.
ادي السلفر عنده 6 الكترونز. هنا بقى البوند از فورمد بتوين ذم، عايزك تاخد بالك بقى من حاجتين. اول حاجه ان البوتاسيوم ده ميتال والسلفر ده نون ميتال، الفورمت بينهم هتبقى ايونيك فورمت باي لوزنج اند جيننج. البوتاسيوم لوزز والسلفر جين. خلي بالك من حاجه، ان السلفر عنده 6 الكترونز في اللاست ليفل، يعني نيدز 2 الكترونز. نيدز 2 ايه؟ الكترونز. يبقى هنحتاج كمان بوتاسيوم اتوم، ده يلوز 1 وده يلوز 1، ده يلوز 1 ويتحول لكي بوزيتيف. وادي الاس، ادي ال 6 الكترونز بتوعه، ياخد الكترون من ده والكترون من البوتاسيوم اين الثاني، بقى كي بوزيتيف زيه. والسلفر هنا بقى اس 2 نيجاتيف. مركزين انا كونتها ازاي؟ عشان دي ايونيك بوند از فورمد باي لوزنج اند جينينج. هنا في تريكتين، الاولى انك تعرف ان ده ميتال ونون ميتال يبقى البوند از ايونيك. التركه الثانيه ان الايونيك بوند از فورمد ديو تو لوزنج اند جينينج، الكي لوست والكي لوست والاس جيند. التركه الثالثه السلفر في جروب 6 ايه، يعني انت بتعمل كومباوند بينهم، ادي اكس وادي واي، ده في جروب 1 ايه وده في جروب 6 ايه. قال لي الفالنس بتاع 1 ايه 1 والفالنس بتاع 6 ايه 2، وانا معلمك الحته دي، يعني ده ايبل تو جين 2 الكترونز، يطلع اكس 2 واي، يطلع كي 2 اس، يعني 2 بوتاسيوم اتومز ويز 1 سلفر اتوم، ال 2 بوتاسيوم لوست فورمنج 2 بوزيتيف اينز، دي كي بوزيتيف ودي كي بوزيتيف، والسلفر اتحول لسلفر اين او سلفايد اين اس 2 نيجاتيف، هتبقى الرايت انسر بي. ده شيرنج غلط وده شيرنج غلط، وده مش اكس 2 بوزيتيف، البوتاسيوم مونو فيلنت، مونو فيلنت عنده 1 الكترون بس يتحول لكي بوزيتيف واحده. خلاص يبقى ده كمان غلط. قول لي ذا مولكيول ذات شو ذا سمولست نمبر اوف لون بير ان اتس لوس ستراكشر. عشان اطلع الحل ده صح لازم ارسم صح. سي اتش 3 سي اتش او ده لو جابوا لك في الامتحان اعتقد هيجيبوا لك مرسوم. ادي سي اتش 3، السي اتش او اهو سي اتش كده واو كده، اي او باي دبل بوند طالما تيرمينال. سي او 2 هيبقى السي او 2 كده. CH3Cl هيبقى CH3Cl كده. C2H6 ادي 2 C ومعاهم 6 هيدروجين، هنا 3 وهنا 3. تعالوا بقى ناخدهم واحد واحد. الهيدروجين مونوفالنت خلاص، ادي الهيدروجين H1 اكتبهم لك تحت. H1 يبقى عنده 1 الكترون في اللاست ليفل. الكربون سي 6 2 4 عنده 4 الكترونز في اللاست ليفل. الاكسجين او 8 2 6 عنده 6 الكترونز في اللاست ليفل. سي ال 17 2 8 7 عنده 7 الكترونز في اللاست ليفل. هنا الكلوراين الكربون مشير بالاربعه، ناقصه حاجه؟ لا. والهيدروجين زيه، هنا الكربون زيه مشير بال 4 الكترونز بتوعه. الاكسجين هنا مشير ب 2 باقي له من ال 6 كام؟ 4. ادي 2 وادي 2، يبقى هنا الكومباوند ده عنده 2 لون بير اوف الكترونز على الاكسجين. هنا الكربون مشير بالاربعه، هنا الاكسجين مشير باثنين يتبقى الاربعه، وهنا الاكسجين مشير باثنين يبقى اتبقى الاربعه. ادي لون بير وادي لون بير وادي لون بير وادي لون بير، يبقى 4 لون بير اوف الكترونز. هنا الكربون مشير بالاربعه بتوعه والكلوراين قصاده، طب هنا الكلوراين مشير بواحد يتبقى له من السبعه سته، ادي لون بير ودي لون بير ودي لون بير، يبقى ده عنده 3 لون بير اوف الكترونز. هنا الكربون مشير بالاربعه وهنا الكربون مشير بالاربعه، مش ناقصه حاجه، يبقى هنا زيرو، يبقى هنا زيرو. تمام، دي طبعا مش عارف الرقم مش واضح ليه، دي 3 يعني. خلاص يبقى هنا ذا سمولست نمبر اوف لون بير، هيبقى الكومباوند ده عنده النمبر اوف لون بير بكام؟ بزيرو، ما عندوش اصلا. طب ده هايست نمبر اوف لون بير، هيبقى السي او 2 طبعا الهايست نمبر اوف لون بير. مفهوم؟ قول لي جيفن ذا فولوينج ستراكشرال فورمولا، مدي لك ستراكشرال فورمولا، بقول لك هاو ميني ان شيرد بيرز اوف ان شيرد بيرز اوف الكترونز، دي يعني لون بير.
خلي هو استخدم اللفظ ده of electrons are present in this molecule. قال لي الموليكيول ده ارسمه كده CH2 double bond CH CH double bond CH ادي CH3. الاتشات كلها مش هيهرب وان الكترون اللي حالتها، الكربون تترا فيلنت مش هيهرب الاربعه بتوع دي، الكربون هنا سراوندد باي 4 بوندز او 4 الكترونز مش ناقص حاجه، وده مشير بالاربعه بتوعه مش ناقص حاجه، وده زيه مش ناقصه حاجه، وده زيه مشير بالاربعه، وده زيه مشير بالاربعه، يبقى زيرو. الانشيرد الكترونز هنا بزيرو، كل الالكترونز هنا ار شيرد. كويستشن 18 بيقول لي ذا كوريكت ستراكشر اوف اتش 3 بي او 3. وهنا الفكره دي بيزد اون حاجه اسمها اوكسجينيتد اسيدز في شابتر 2 الترم الاولاني. ينفع ده احوله للفورمولا بتاع الاوكسجينيتد اسيد ادي بي. وهنا 3 اتش ياخدوا 3 ويخرجوا او اتش باي 3. حلو، قال لي يترسم ازاي ده؟ قال لي اقول لك انا البورون بي 5، شوف الاتوميك نمبر. يا اولاد ما تروحوش الامتحان بكره غير وانت مراجع على الاتوميك نمبرز. 2 3 معناه انه عنده 3 الكترونز يقدر يعمل 3 بونز. ادي بي او اتش وادي بي او اتش وادي بي او اتش. تمام؟ يبقى كده الاستراكشرال فورمولا السليمه هو نمبر سي، والباقي كله اصلا غلط. نمبر 19 بيقول لي هاو ميني لون بير اوف الكترونز فور ذا سنترال اتوم ان اي سي ال 2 نيجاتيف. اي سي ال 2 نيجاتيف، عايزك بقى تركز معايا. الاي سي ال 2 نيجاتيف ده شكله كالاتي، ادي اي بوندد لسي ال وسي ال، ونيجاتيف دي معناه ان معاه الكترون زياده. خدها بقى بالتفنيد كده، الاي 53 الالكترونيك كونفيجريشن بتاعه هينتهي ب 5s2 5b5، يعني عنده 7 الكترونز في اللاست ليفل. حلو، طب الاي نيجاتيف هيبقى عنده 8 الكترونز في اللاست ليفل. السبعه بتوعه 1 2 3 4 5 6 7 وواحد كمان من بره. ادي شكل الاي نيجاتيف، شكل الاي ايه؟ نيجاتيف. حلو، الاي سي ال 2 نيجاتيف بقى قال لي نفس الفكره. الايودين مشاير ب 2 الكترونز مع السي ال. يتبقى له كام؟ المفروض من السبعه يتبقى له 5، ادي 2 4 5، وعشان هو نيجاتيف اين واخد الكترون زياده ادي كمان الكترون. مفهوم؟ يبقى هنا النمبر اوف لون بير اوف الكترونز هنا فور ذا سنتر اتوم هيبقى ب 3. نمبر اوف لون بير اوف الكترونز هيبقى بكام؟ ب 3، ادي 1 2، ادي 3. خلي بالك من تركه انه نيجاتيف ده انا هزود الكترون كمان عليه. خلاص؟ لو بوزيتيف هقلل الالكترون. كل ويتش اوف ذا فولوينج مولكيولز هاز 6 بوند الكترونز. ودي تركه جامده جدا جدا جدا، ممكن طلبه تتلخبط فيها. 6 بوند الكترونز معناها 3 بوند بيرز، ما هو بيقول لك 6 بوند الكترونز يعني 3 بوند بيرز. قلت له 3 بوند بيرز السي 2 اتش 4 ادي 2 سي 4 اتش، يعني كل واحد معاه 2 هيدروجين اتومز. الكربون تترا حط هنا كمان واحده، ده الايثيلين اللي انا عارفه. الكربون دايكسيد ادي الكربون دايكسيد. الهيدروجين سلفايد ادي الهيدروجين سلفايد اتش 2 اس ادي ال ان سي ال 3. تمام؟ مين اللي معاه 3 بوند بير؟ 6 بوند الكترونز مش 6 بوند بير. لو 6 بوند بير كنا اخترنا ده، دي 1 2 3 4 5 6 ده 4 بوند بير، هنا 2 بوند بير، هنا 3 بوند بير اهو. ال ان سي ال ان سي ال 3 عنده 6 بوند الكترونز يعني 3 بوند بير، وعنده 1 لون بير. طبعا بنعرفها ازاي؟ ادي ال ان 7 2 5 ادي ال 5 الكترونز بتوعنا 1 2 3 4 5 مشير مع 3 سي ال، هيبقى عنده 1 لون بير، يبقى الابريفيشن بتاعه اي اكس 3 اي اصلا. عنده 3 بوند بير 1 لون بير و 4 الكترون بيرز، وعندنا اسئله كتير على النمط ده هنحلها مع بعض. تعالوا نشوف نمبر 21 بيقول لي which of the following underlying the atoms has an octet structure. مين في دول اللي عندها octet structure؟
تضغط على which of the following has an octet structure. أعتقد has no octet structure. تعال نشوف ال PCl ال I2O، قال لي ده ايونيك كومباوند وكل المجموعات ركز معايا. ايونيك ايه؟ كومباوند. ال Li هنا ال I بوزيتيف. 2 ال I بوزيتيف معناه ان في 2 الكترونز لوست. اخدهم هنا ال O، O2 نيجاتيف. ال O2 نيجاتيف ال O ال OA 2 6 عنده 6 الكترونز اصلا في اللاست ليفل. واخد 2 الكترونز ادي ال O2 نيجاتيف. عنده 8 الكترونز يبقى ده هاز اوكتت ستراكشر. H2O2 شكله كده لان احنا اول مره نتعامل معاه. ادي ال H2O2 هنا الاكسجين مشير ب 2 الكترونز، وهنا الاكسجين مشير ب 2، باقي له من ال 6 الكترونز كام؟ 4. ادي اهو واهو وده زيه كده. الاكسجين هات اوس هاز اوكتت ستراكشر ليه؟ قال له هو يا مستر هذا الاكسجين ده عنده اوكتت ستراكشر، والاكسجين ده عنده اوكتت ستراكشر. تمام. بي سي ال 3 قال ده احنا حافظينه، ده ادي الفوسفورس معاها 3 سي ال وهي عندها 5 الكترونز في اللاست ليفل، عندها اوكتت ستراكشر. طب ليه عندها 5 الكترونز بي 15 285؟ ادي ال 5 هم 1 2 3 4 5 مشير مع 3 سي ال، يبقى 5 بلس 3 بتوع 3 سي ال، يبقى عنده اوكتت ستراكشر 8 الكترونز. البي سي ال 5 هو ده اللي علينا، لانه عارفين ان ده انديكوسي اوف اوكتت رول بتاعت اللويس دوت. البي سي ال 5 كده يبقى سراوندد باي كام؟ احسب كل بوند ب 2 الكترونز، يبقى سراوندد باي 10 الكترونز، يبقى ده مش اوكتت ستراكشر. بيقول لي all the following molecules have polar pair moment except equal zero. اكسبت مين؟ بيقول لي كل دول البولار بير مومنت ايكوال زيرو. البولار بير مومنت يعني البولاريتي مومنت، المومنتم بتاعه ايكوال زيرو. قال لي يعني وانت مغمض كده لينير. قال لي البي ار 2 هنا ايكوال زيرو، اصل بي ار وبي ار ايدنتيكال وذ سيم ديفرنس، هنا البولاريتي بتاعه بزيرو. السي او 2 قال لي ده السي او 2 ده لينير، البولاريتي هنا البولار مومنتم بتاع البوند دي كانسل بولر مومنتم بتاع البوند دي يبقى برضه بزيرو. البي اي اف 2 برضه لينير، البولر مومنتم بتاعه بزيرو. الاتش اف بقى قال لي ده داوز هاي بولاريتي هنا بارشال نيجاتيف وبارشال بوزيتيف وذ بيج ديفرنس ان الكترونيجاتيفيتي، يبقى هو ده. تمام. نمبر 23 بيقول لي ويتش اوف ذا فولوينج موليكيولز هاد ذا بيجست بوند انجل. وانا بدانا ندخل في الجد بقى، مفيش هزار. الاو اف 2 لازم تبقى عارف ان الاكسجين او 8 سنترال اتوم 2 6 عنده 6 الكترونز في اللاست ليفل، صح؟ قلت له صح. الاو اف 2 ادي او اف اف، حلو، شاير بكام الكترون؟ ب 2 الكترونز، يتبقى من ال 6 ايه؟ 4. يبقى هنا 4 اقدر اعمل له ابريفيشن، قال لي تقدر. يبقى ده ايه؟ اكس 2 E2. قلت له طالما AX2 E2 يبقى النمبر اوف الكترون بير 4. شوف انا بفكر ازاي. قال لي يبقى تترا هيدرو. ده الارنجمنت اوف الكترون بيرز. قلت له HCN. قال لي السنترال اتوم C سراوندد باي 4. معاه 4 الكترونز هتشير بيهم بالشكل ده، وانا شارح لك الاكسرسايز ده قبل كده. قال لي ده الابريفيشن بتاعه، قلت له الابريفيشن بتاعه اوعى تتخض، ده اي اكس 2. الاي اكس 2 ده هيبقى شكله لينير، يبقى ده تترا هيدرون، يبقى الانجل 109 اور ليس ذان 109، وهشرحها دلوقتي وقلتها في الحصه بتاعتها. ده لينير H2O. قال لي ال H2O انتوا دارسينه وعارفينه، ادي O يا عم اعمل انك مش عارفه. وال O عنده 6 يعني باقي له 4. الابرفيشن بتاعه AX2E2. قال لي زيه زي ده، عشان مش هرجع ارسمه تاني.
CH3, CL, LCH3. CL. الكربون مش باقي له حاجة، ده AX4. تترا هيدرون زي ده. قال الـ AX4 109.5. الـ AX2 E2 عشان عنده زيادة في اللون بير، سواء ده أو ده، يبقى لسه 109، ده 105. وده اعتبروه 105 بس بينه وبينكم الـ AF2 الأنجل ب 103. إنما ده لينير، الأنجل كام؟ برافو عليك 120. يبقى ده 120، وده البيجست ايه؟ البيجست انجل. تمام؟ عرفتها منين؟ رسمت وطلعت الابريفيشن بتاعي يا مستر، طلعت اللومبير والبوند بير بتاع السنترال اتوم، فطلعت الابريفيشن فطلعت منه الانجل. نمبر 24 بيقول له all the following molecules are planar except، برضه الراجل محتاج نفسه. ALCL3 قلت له AL13 283. بترسم الـ AL ليه؟ لأنها السنترال أتوم عندها 3 إلكترونز في اللاست ليفل، مشيرة مع 3 CL. باقي لها حاجة؟ لا. قال لي يبقى الأبريفيشن بتاعها AX3. قال لي يبقى ده بلانر تريانجل. SO2 قال لي السنترال أتوم S16286، مشيرة مع 2 أكسجين أتوم، أدي 1 2 أدي ادي ال 6 الكترونز بتوعها مع 2 اكسجين اتوم، واحنا قلنا اي شير مع الاكسجين بدبل بوند. قال لي ده يبقى اهو اكس 2، 2 اكسجين اتوم، قلنا بنتعامل مع الاتومز ماليش دعوه بالبير، اي اكس 2 اي. قال لي الارنجمنت بتاعي بلانر تريانجل. سي 2 اتش 3 سي ال بيخدعني، سي 2 H3Cl وزعهم بالتساوي، هنا 2 H وهنا واحدة H وواحدة Cl. قال لي الكربون تترا، قال لي ده زي C2H4. قلت له أيوه برافو عليك. ها ده بلانر ولا لأ؟ قلت له أعرفها منين؟ ركزوا معايا، هروح أجيب الأبريفيشن بتاع دي إيه. ركز معايا، بوند الأتوم أهي والأتوم أهي والأتوم أهي. قال لي AX3 بلانر تريانجل، وده زيه AX3 بلانر تريانجل. وعندي طريقة تانية خليك تجيب بيها كل دول تاني، هقولها لك بس اصبر على رزق. ده سي اتش 2 سي ال 2، قال لي دي سي اتش 2 سي ال 2. قال لي ده اي اكس 4. قلت له ليه؟ قال لي بوندد لفور اتومز، يبقى ده اكس 3 بلانر تريانجل، وده بلانر تريانجل، وده الوحيد اللي تترا هايدرو، يبقى كلهم بلانر اكسبت السي اتش 2 سي ال 2. طريقة تانية للحل، أنا كده حليت بالابريفيشن أهو. عندك طريقة تانية يا مستر تحل بيها؟ أه، طريقة الهايبريدايزيشن. قلت له إزاي؟ قال لي الـ ALCL3 أنا هرسمه لك تاني. قلت له اتفضل. الـ SO2 هرسمه لك تاني. يا عم لو عايز تعمل دول دبل مش فارقة معايا. السي H3Cl هرسمه لك تاني. والسي اس سي اسف سي 2 اتش 3 سيل، والسي اتش 4 اهو ادي السي اتش 3 سي ال، او سي اتش 2 سي ال 2، هو عاملها لك سي اتش 2 سي ال 2، ماشي اهو مش هتفرق. ايه الطريقه الثانيه اللي انت عايز تقولها لي؟ قال لي طريقه الهايبريدايزيشن، دي سيجما ودي سيجما ودي سيجما، 3 سيجما بونز، يبقى الهايبرديزيشن تايب اس بي 2. طالما الهايبرديزيشن تايب اس بي 2 يبقى بلانر ترانجل. هنا ادي سيجما وده سيجما، ركزوا جدا جدا في اللي هقوله ده، اي لون بير بعتبره سيجما بوند. يبقى هنا السلفر سراوندد باي 3 سيجما بونز، يبقى اس بي 2 هايبرديزيشن، يبقى برضه الانجل 120 اور نير 120، وفي نفس الوقت يبقى البلانر ترانجل. طب هنا قال لي دي الكربونه اهي سراوندد باي 3 سيجما بونز، دي باي طبعا 3 سيجما، ودي زيها برضو سراوندد باي 3 سيجما، يبقى اس بي 2 هايبرديزيشن، يبقى بلانر ترانجل. طب هنا قال لي سراوندد باي 4 سيجما، يبقى اس بي 3 هايبرديزيشن، هيبقى بلانر، هيبقى تترا هيدرون او تترا هيدرون بيربت. فاهم؟ يعني هتجيبها بالهايبرديزيشن تنفع، تجيبها بالابريفيشن بتاع
الفيسبر ثيري ينفع. تعالوا نشوف السؤال نمبر 25 بقى اللي هيتك على الكلام ده. بيقول لي ذا فاليو اوف بوند انجل بي اند كيو ان ذا فولوينج مولكيول. قال المولكيول ده انا ارسمه لك على نظافه ثاني، ادي سي اتش 3 اهو اهو او اتش. الراجل عايز الانجل ده، عايز الانجل ده الاول. قلت له عشان اجيب الانجل ده وعايز الانجل ده، قلت له عندي طريقتين. الاولى ان انا اطلع الهايبريدايزيشن بتاع الكربونه دي، لو طلعت الهايبريدايزيشن بتاعها هطلع الانجل ده، والثانيه اطلع الهايبريدايزيشن بتاع الاكسجين ده. قلت له هايبريدايزيشن الاكسجين اه. قلت له بس التركه اللي في السؤال بقى هنا، هنا الاكسجين مشير بكام الكترون، هنا الكربون مشير بالاربعه بتوعه خلصوا، هنا الاكسجين مشير ب2 وهو عنده اصلا 6، يبقى باقي له 4 الكترونز كده. يبقى الشكل الحقيقي للموليكيول ده كالاتي، ركزوا معايا قوي. ادي الشكل الحقيقي، احسب له الهايبردايزيشن بتاع الكربونه دي. قال لي خد بالك ادي سيجما 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 سيجما، ده اس بي 3. طب والاكسجين؟ قال لي سراوندد باي 4 سيجما. قلت له جبتهم منين؟ ادي واحد اثنين، بحسب اللون بير على انه سيجما واللون بير على انه سيجما. قال لي 4 سيجما يبقى اس بي 3. الانجل هنا 100، اس بي 3 يبقى 109.5. هنا قال لي لزان 109.5 ازاي ده اس بي 3 زيه؟ قال لي ايوه، بس هنا ده معاه 4 بوند بير وده معاه 2 لون بير، كل ما النمبر اوف لون بير يزيد الريبالسيف فورس بتوين اللون بير يزيد، الانجل ديكريز. ادي طريقه. الطريقه الثانيه كله يركز معايا، قال لي اطلع الابريفيشن. الكربونه دي انا ما عنديش مشكله ان انا ارسمه تاني، عايزك تستوعبه قوي بصراحه. شوف انا بحللك بكذا طريقه والطريقه اللي تليق لك. قال لي انا اطلع الابريفيشن بتاع ده، ده ايه؟ اكس 4. قلت له عرفت منين؟ قال لي ما هو بوندد لاو وسي وسي وسي. ايه اكس 4؟ ده تترا هيدرون 120. طب واطلع الابريفيشن بتاع الاكسجين ده، قال لي ده ايه؟ بوندد لاكس 2 لاتش وسي، ادي اكس 2 اي 2. قال لي ده هنا اسف الانجل مش هنا 109.5. قال لي ده، قال لي يبقى ليه ازاي 109.5 ديو تو ذا ريبالسيف فورس بتوين اللون بير، يطلع 105 تقريبا او اقل. قال لي يبقى هنا الرايت انسر 109، لا مش دي 109 و105، رايت انسر يبقى 109 و105. اتمنى تكونوا فهمتوا الاكسرسايز الصعب ده الشديد ده. التريكة اللي فيه ايه؟ ان هو مش راسم لي اللون بير هنا، عشان اعرف في ناس كتير هتفكر ان دي الانجل 120 غلط، اسف 180 غلط. طلع يا تطلع الهايبرديزيشن يا الابريفيشن، الافضل الابريفيشن. انا عملت لك كونتاكت بين الابريفيشن والهايبرديزيشن دلوقتي، تجيبها كده ماشي او تجيبها بكده برضو ماشي. بيقول لي في نمبر 26 according to Vesper theory the arrangement of electron pairs in both methane and ammonia. قال لي الميثان CH4 الابريفيشن AX4 لانه شكله ده، قبل الابريفيشن نرسمه، ادي CH4 ادي شكل CH4. AX4 عنده 4 الكترون بيرز، الارنجمنت بتاعه قال لي تترا هيدرون، الامونيا NH3 ادي NH3. قال لي اوعى تنسى ان النيتروجين معاه لون بير، لان النيتروجين N725 شير بثلاثه اتبقى اثنين. قال لي ده AX3E. قال لي يبقى عنده 4 الكترون بير يبقى تترا هيدرون، يبقى الاثنين ايدنتيكال في الارنجمنت. ايدنتيكال فين؟ في الارنجمنت. ليه هم ايدنتيكال في الارنجمنت؟ بيكوز they have the same number of electron pairs. same number of electron A pairs but different in A in solid shape او solid structure او steel structure. ده هيبقى السوليد شيب بتاعه تترا هيدرون بيراميد برضه. ليه؟ لانه ما عندوش لون بير اوف الكترونز،
هيطلع نفس الستيريو ستراكتشر، هو نفس الارنجمنت، انما ده عنده الامبير هخصمه يتبقى ايه اكس 3 شرطه كده، وانا معلمك يعني ايه. قال لي يبقى ده 3 بيس بيراميد، يبقى الاثنين ايدنتيكال في الارنج في الارنجمنت اوف الكترون بيرز، وديفرنت في الايه في الستيريو ستراكتشر. قال لي ده ارنجمنت اوف الكترون ان بوث موليكيولز ار، قال لي ار ايدنتيكال بيكوز كاربون اند نيتروجين ار لوكيتد ان سكند بيريد. غلط. ار ايدنتيكال بيكوز دي هاف ذا سيم نمبر اوف الكترون بيرز. ايوه هي دي اللي صح، انما ديفرنت دي غلط. هما دي هاف ديفرنت شيبس، دي هاف ديفرنت شيبس نوت ديفرنت، نوت ديفرنت سوليد شيبس نوت ديفرنت ارينجمنت. تمام. نمبر 27 بيقول لي اس او 3 اند اس او 2 موليكيولز ار ايدنتيكال ان سوليد شيب ديفرنت. قلت له لسه ما اعرفش. السلفر اس 16 286 في الاس او 3، قال لي الاس بوندد ل 3 او، قلت لك لما تيجي تعمل بوند للاو اعملها دبل عشان ما تتلخبطش. في الاس او 2 قال لي بوندد ل 2 او. هنا ده مشير بكام الكترون؟ قال لي مشير بال 6 الكترونز كلهم، يبقى الابريفيشن بتاعه اي اكس 3. ده مشير بكام؟ قال لي مشير بال 4 الكترون يتبقى من ال 6 2، قال لي يبقى ده اي اكس 2 اي. طلعنا الابريفيشن، خلصنا من كل حاجه. الاي اكس 3 والاي اكس 2 اي ده الارنجمنت بتاع الاثنين، الاثنين بلانر تريانجل. طب السوليد شيب، قال لي ده اي اكس 3 السوليد شيب بتاعه بلانر تريانجل، مش هيتغير طالما مفيش الكترون. طب ده، قال لي لا يتغير، اي اكس 2 شرط. قال لي ده انجولر، ده الاس او 3 والاس او 2. قال لي يبقى زي ار ايدنتيكال ان سوليد شيب. غلط. ديفرنت ان سوليد شيب بات ايدنتيكال ان ارينجمنت، دي صح. ديفرنت في السوليد شيب، الاس او 3 بلانر تريانجل، الاس او 2 انجلر، وايدنتيكال في الايه؟ ايدنتيكال في الارينجمنت اوف الكترون بيرز، الاثنين بلانر تريانجل، والباقي كله طبعا هيكون بالتاكيد غلط عاكس الكلام. قول لي ذا ستيريو ستراكتشر فور سي ال او 2 اند اس اي اتش 4 ريسبكتيفلي ار. ارسم سي ال او 2، يبقى السي ال هي السنترال اتوم، سي ال 17287 ماشي مشير مع اكسجين. قلت لك اي حاجه مع اكسجين ارسمها كده. ادي 4 الكترونز اهو، يتبقى له من السبعه 3 3. امال اعمل الابريفيشن ازاي؟ تعتبر الالكترون ده كانه الكترون بير، يعني ده اي اكس 2 اي 2 وشكله كده سي ال او كده. لا يبقى سي ال كده واو كده واو كده والكترون بير كده، لون بير كده والكترون كده. تمام. كمل. والاس اي اتش 4 قال لي الاس اي 14 284 مشير مع 4 هيدروجين اتومز، ناقص حاجه من الفور الكترونز بتوعه ولا حاجه. قال لي ده اي اكس 4، اي اكس 4 ده برضو ادي اس اي اتش هنا واتش هنا واتش هنا واتش هنا، الاثنين الارنجمنت بتاعهم واحد تترا هيدرو، الشيب ده تترا هيدرو بيراميد، وده يبقى ايه اي اكس 2، ده يبقى انجلر. يبقى ده ستيريو ستراكتشر بتاع ده انجلر، وبتاع ده تترا هيدرون، يبقى انجلر وتترا هيدرون. دي هتبقى الإجابة، بس مع الأخذ في الاعتبار إن الاتنين دول يتبدلوا، يعني ده يبقى هنا وده اللي يبقى هنا. خلاص، ودي غلطة، المفروض يبقى انجلر وتترا هيدرون أو تترا هيدرون. يقول لي the following molecules have all of their atoms in the same plane. سيمبلين دي يعني يقصد ان هي بلانر اكسبت H2CO، ال H2CO السنترال اتوم C بوندد لاتنين H كده وواحدة O، قلنا على طول باي دبل بوند. ال OF2 شكله كده، ال CO2 شكله كده، ال NH3 شكله كده. ارجع اظبط بقى بالالكترون بير، قال لي ده مشير بالفور الكترونز مش ناقصه حاجة، يبقى الابريفيشن بتاعه قال لي اي اكس 3
وده مشير ب2 الكترون، يتبقى له من ال6 الكترونز بتاعه 4، اللي يبقى ده ايه؟ اكس2 اي2. شايفين انا بفكر ازاي؟ برضو يا جماعه الاتوميك نمبر حاجه خطيره جدا. انت انا عارف الكربون 6 سي 6 2 4، الاكسجين او 8 2 6. يجي واحد مصطول يقول لي ما بتوزعش الفلورين ليه؟ يا عم انا مالي، انا بتكلم على سنتر الاتوم، سي او 2 ب4 اهو، مشير بال4 الكترونز بتوعه خلصان اهو. المفروض دي تبقى دبل كده ودبل كده، قال لي خلاص مشير بيهم، ده ايه؟ اكس 2. ان اتش 3 قال لي ان 7 2 5 مشير ب3 يتبقى له 2، يبقى ده ايه؟ اكس 3 اي، يبقى ده اكس 3 اي، وده اكس 2، وده ايه؟ اكس 2 اي 2، وده ايه؟ اكس 3. بقول لك which of the following molecules have all of their atoms in the same plane؟ قال لي in the same plane، نركز مع بعض. in the same plane ده يبقى ال CO2 ينفع in the same plane. لا، بقول the following all except. طب ده يبقى ايه؟ قال لي ده linear. ولينير يبقى planar. ده يبقى ايه؟ قال لي X3 planar planar triangle. قال لي ده برضه هيبقى بلانر. تمام؟ الاو اف 2 قال لي الاو اف 2 ده هيبقى اي اكس 2 اي 2، ده تترا هيدرون، ده مش بلانر. الاي اكس 3 اي قال لي ده تترا هيدرون، برضه ده مش بلانر، يعني الاجابتين دول ينفعوا. خلي بالك، ده ينفع وده ينفع. نمبر 29 الاجابتين دول ينفعوا. تمام؟ لا يا اولاد خليكم معايا، هتبقى ال NH3 ده. لا ليه؟ خلي بالك هو مش قال لك المولكيول، بيقول لك in all of their atoms in the same plane. all in the same plane. طب هنا الانجولار ده هيبقى ادي او، ده كده هيبقى كلهم in the same plane يا اولاد. الانجولار ده in the same plane، انما ال 3 بيس بقى ادي ال N، وهنا H، وهنا اتش، وورا في اتش، عمرهم ما يبقوا ان ذا سيم بلين. تبقى الاجابه ان اتش 3، الاو اف 2 لا. تمام؟ نمبر 30 بيقول لي ان ويتش بير بوث مولكيولز هاف ذا سيم ستيريو ستراكشر. عايز مين في دول البير اللي فيه البوث مولكيولز هاف ذا سيم ستيريو ستراكشر؟ قال لي ادي البي اي سي ال 2، البي اي 422 كده مشير اي اكس 2، اس سي ال 2، ادي سي ال وادي سي ال، مشير ب2 الكترونز، اتبقى له من ال 6 الكترونز بتوع اللاست ليفل 4، ده هيبقى اي اكس 2 اي 2. ماشي، الاس او 2 ادي الاس، وكده او، وكده او مشير ب4، يتبقى له 2 لون بير، يطلع اي اكس 2 اي. ال ALF3 ادي ال AL مشير مع 3F، الالومنيوم AL13283 مشير بال 3، مش ناقصه حاجه AX3، وده AX2E، وده AX2E2، وده AX2. كمل يا مستر، قلنا ال SO2. طيب قولوا لي بقى، بقول لك which pair with the same stereo structure؟ قال لي الستيريو ستراكتشر هنا لينير، AX2E2 قال لي اخصم ده AX2 شرط، قال لي ده انجولر. AX2E قال لي ده AX2 شرط، طب انا عايز الستيريو ستراكشر مش الارنجمنت، قال لي ده انجولر. وده AX3 ده بلانر تريانجل، قال لي يبقى ده وده، الاس سي ال 2 والاس او 2، الاس سي ال 2 والاس او 2 هتبقى الاجابه دي. تمام؟